صباح الخير وصباح متجدد عبر صباح الشرقية. وفي نهاية الأسبوع أكيد عندكم كل المشاوير والبلانز اللي مخططيها على الويكند، إن شاء الله تكون جميلة مثل أفكاركم ونفسيتكم الجميلة. صباح الخير ولا؟ صباح الخير مي، صباح الخير على كل مشاهدينا. يوم جديد، طاقة جديدة وأمل جديد، وحلقتنا نبديها بأهم العناوين. مواقف مشاكسة قد تكون طريفة تتفاجأ بها من أطفالك، فكيف تواجهها؟ باستطلاع حلقتنا لليوم من السليمانية. كاميرا صباح الشرقية تجولت في مركز صيانة طائرات الخطوط الجوية العراقية ورافقت مهندسيها والخطوط الدورية للمتابعة قبل الإقلاع. استخدام الخردة وتحويلها إلى إبداع على إيد الفنان التشكيلي وسام الربيعي من المثنى. ترقعت وآلام الفك ظاهرة لابد من علاجها، يشرح تفاصيلها الدكتور هيثم الراوي ضيف استوديو أربيل. الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي بلمسات رشا النقيب مباشرة عبر السكايب من استوديو دبي. وعبر منصة اليوتيوب ذا روك وبناته يحتفلون بعيد الأب بطريقتهم الخاصة. والسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، ما هي طريقة مكافأتك لأطفالك على إنجازاتهم؟ حابين نعرف أجوبتكم عبر هذا السؤال التفاعلي لليوم من خلال صفحتنا على الإنستغرام صباح الشرقية أو الشرقية بالأخص. ممكن تستخدمون الكيو آر كود اللي بأسفل الشاشة، تشيلون التليفونات من الكاميرا، تصورون الكيو آر كود ويأخذكم على الصفحة على طول، حتلاقون السؤال التفاعلي وتكتبون أجوبتكم. أما الآن خلينا ننتقل للحالة الجوية مع رولا. خلينا ميس نشوف حالة الطقس في بغداد. درجة الحرارة بغداد من المتوقع أن تكون اليوم 40 درجة مئوية، أما غد ف 43 درجة مئوية مشمس، وبعد غد 44 درجة مئوية. أما درجة الحرارة في الموصل الآن درجة الحرارة 38 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أنه يكون غد 39 درجة مئوية، بعد غد 41 درجة مئوية أيضا مشمس. أما من البصرة فدرجة الحرارة بالبصرة 43 درجة مئوية، من المتوقع أنه يكون غد 44 درجة مئوية، وبعد غد 47 درجة مئوية. أما في الختام أربيل فدرجة الحرارة بأربيل 38 درجة مئوية، من المتوقع أن يكون غد 39 درجة مئوية، وبعد غد 40 درجة مئوية مشمس. أجواء الصيف بدت بالعراق، ولكن المشاريع مكملة، والمشاريع اللي تصير من ضمنها المشاكسات. بعض الأطفال يقومون بمشاكسات غالباً ما تكون مزعجة لبعض الأهل، مثلاً اللعب بالألوان والرسم بغير الأماكن لازم يرسمون بيها، أو يذبون الأكل بكل مكان بعثرة الطعام. فباستطلاع حلقتنا لليوم سألنا شنو هو أغرب موقف أو عمل مشاكس اتفاجأت به من أطفالك وتمالكت نفسك؟ ريد نعرف أجوبتكم اللي سألناه من الشارع العراقي. خلينا نتابع الاستطلاع التالي من السليمانية ونشوف الأجوبة. أنا نايم وجاب الماء إدارة فوق جاي، يعني ملخني من الضحك، يعني شد أسوي له؟ لا أضرب ولا أدني. قلت له بابا ليش يجي؟ ولا أدى شاقيت ولعبك. بعد ذلك ما شيء يصير فيها، هاي حياتي وموقفي. أما كو مواقف ضوجتك يعني؟ أي
يعني ضوجني ياخذ التليفون عندي يضمه ويخليني حاير. يقول بابا لا صادق بنات ولا تحكي ولا تحكي ويا غير ام ولادني. يعني شد اسوي له بعد؟ لو يساومني على فلوس. تنطيني فلوس لو تجيب لي لعب يلا انطيك تليفونك. هاي اللي مريت بيها. يعني اغرب موقف انا والله هو مو اغرب موقف يعني اللي ضباق يا سب مخيلتي. الصبح جيت ادور على عندي بنيتي صغيره ادور عليها بالبيت معوده وينها سالت والدتها وينها وين بنتك ماكو. اخر شيء لقيتها وين؟ فاتحه باب الثلاجه مالت البيت وطلع البيض بيض مالت الدجاج وطلعتها من الـ من الـ من الثلاجه ولازمتها وين؟ على الشربايه مالتها فوق الفراش وعلى الملابس وهاي ومكسر البيض. اجيت انا بهالموقف يعني ما تدري تضحك تضوج ما تعرف شو تسوي بهالموقف. فقلت لك يعني مواقف اذا اريد اسولف لك كلش هواي الاطفال يعني يوميه موقف بعد هواي هواي اكثر. بالبيت اشترينا شاشه جديده نصبناها ورا كم يوم يلعبون هم شمروا الكتاب عليها كسروا الشاشه. ما كلش ما قدرت اسولف لهم كل شيء لان الاطفال سامحتهم. تعرف الاطفال يعني مشاكسين يسوون شغلات نوبات يكسرون منا. فمره قاعدين بالبيت زين انا زوجتي قاعدين عندي جهال اثنين الحمد لله والشكر. فابني حروك الحمد لله زين دي يلعب بالموبايل وهاي راح منه ما ادري شنو على غفله الا ما اسمع لك صوت يعني ينكسر. راح دابوا علي شاف الموبايل مكسور هو هيك واقف ودي ابو علي وين دابوا علي كان يضحك بوجهي يعني شو اسوي انا ضحكت وبستوها هي يعني ما تدري يعني جهال مشاكسين والحمد لله والشكر على كل حال. طبعا هم الجهال دائما مشاكسين بالبيت ويكسرون اشياء دائما تحفيه مثل الاجهزه او البلازمات. يوم لي اماني نايم واخذ جهازي قعدت الصبح تقريبا لقيت جهاز مكسور انفلش شو اسوي لي يعني. هي دائما هيك الاطفال ما تقدر تضربه يعني هو طول وتالي طفل. والله هو هواي اعمال الجهال كلهم يعني مشاكسين ويدورون المشاكل اكثر شيء. يعني انا صار موقف وياي بنتي عندي سياره انا يعني مو اوتوماتيك غير عادي. طلعت الصبح من السياره واقعه بالوادي عندنا احنا منطقه ريفيه بالنخله وقعت السياره فادك علم جيت تطمت. يعني هواي هم هواي دقات عندهم خلينا نقول يعني هواي مواقف. شلون وقعت يعني شلون وخرت السياره؟ يعني انا بالبيت وما حيست لان اهلي صاحوا لي قالوا لي تعال شوف السياره. باوعت للطفله لان الطفله يعني مشغله السياره وهي مبيته وبالنخله. والله اغرب عمل صار عندنا في يوم من الايام جايين يوم عندنا خطار تعرف الخطار يعني قاعدين بالاستقبال وضاف عندنا فملتمين صبينا العشاء قاعدوا على العشاء فعندنا طفل صغير عندنا حوض مال سمك محطوط بالزاويه مال الاستقبال مخلين بيه مي ونافوره حلوه يعني شيء مرتب. فاجى هذا الطفل وسوى تشلب بالنافوره من جوه وقلبها طاحت تفلشت وين على الخطار هم جاي يتعشون فكلها قامت كلها واحد على صفحه. والله فد يوم صارت عصبيه كسرت الموبايل اي لان هي وحيده وما سوينا لها كل شيء قلنا يلا هاي هي. هم ضوجكم هذا الشيء؟ لا ما عادي شو نسوي له يعني جاهل جهال هواي عدم مواقف يعني من اللي عاد كسر الجام موبايلات وفموقف هماتين صار عندي يعني بحاله بالبيت فكاسري لي بلازمه اي فهذا الموضوع سويت غطيته بسهوله شو اسوي يعني هم اطفال. أنا كنت طفل ويحكوا لي يقولوا لي أنت كنت يعني أكثر منهم وهم إيش قد ما يكونون يعني يعني حركين فهو هاي طبيعة الطفل. هو أنا عندي ثلاث أطفال الكبير عمره 12 سنة كسر يعني مثلا أتذكر كسر تلفزيونين وهذا الصغير كسر تلفزيون. هل أزعجكم هذا الشيء؟ لا يعني يعني ثاني ثالث تلفزيون هو كسره ضحكت ضحكت كل شيء هو ضحك لان الموقف صار بايخ يعني التلفزيون والثاني
والثالث، بين الثاني والثالث أقل الشهر. طبعا مثل ما شفنا مشاهدينا، أغلبية الناس وأغلبية الآباء والأمهات ما يعطون رياكشن قوي، بس يشوفون ابنهم يبتسم يضحكون. هذا أقرب يعني أغرب شيء، إنه ما حعصب عليك أني، هو يعطيك رياكشن إنه اهدى. حلو الشعب العراقي والعالم العراقي، إنه ماكو عنف من كل الناس اللي سمعنا، حتى اللي ذا حطت سيارته بالنهر هم قال إنه شو أسوي ألطم، يعني ما أقدر أسوي لها شيء. فهذا حلو من ناحية التربية إنه ما يستخدمون العنف، رغم ما تخيلت المشاكسة من الاستطلاع تكون لهالدرجة، اللي طاس البيت ماي واللي ذابة سيارة بالنهر. فنرجع نذكركم بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، اللي هو شون تقدر تكافئ أطفالك على إنجازاتهم حتى لو كانوا مشاكسين، حتى لو ما كانوا مشاكسين. خلينا نشوف شوية تعليقات رولا على هذا السؤال. خلينا نشوف، أكو أم كاتبة أنه أنا أشتري لهم الألعاب اللي يحبوها كل ما يسوون شيء زين أو يتعلمون شيء زين. حلو أنه أنت تكافئي كل ما دي يتعلم شيء جديد، معناها هو حيبقى يتعلم على مود يبقى يحصل على هدايا. أكيد طبعاً. وأكو ناس من كاتبة أو واحدة كاتبة أسفرهم، يعني هاي المكافأة غالية. ولكن أكيد طبعاً مثل ما قالت رولا، أنه لما يكون أكو مكافأة للأطفال يتحمسون أكثر، أو يكون عندهم حافز أنه يشتغلون نحو الشيء اللي تكافأوا عليه، طبعاً. إن كان الدراسة وإن كان شيء آخر. طبعاً عن السفر ميس، أغلبنا مسافرين طبعاً وصاعدين طيارات وشايفيها سواء بالمطار أو بالجو، ومن تفوت فوق بيتنا تذكرون هاي الحركة نسويها باي باي. كل الناس يعرفون إجابة إنه شلون تطير، بس شلون تتم صيانة الطائرات، والأهم وين تروح هاي الطائرات بعد ما تنتهي من خدمتها. خلينا نشوف هاي الجولة ويا تبارك. صباح الخير والعافية عليكم مشاهدينا. أكيد من المكان عرفتوا أني وين، أني بالوكر مال طائرات حالياً. اليوم حلقتنا استثنائية، راح أخذكم جولة حتى نتعرف على صيانة الطائرات ونشوف هذه الطائرات وين تروح بعد الانتهاء من الخدمة. أكيد كلكم ببالكم تجي هاي الأسئلة، فاليوم راح نتعرف على هذا الشيء أكثر ويا المهندسين المختصين. لكن قبل لا أبلش راح ألبس الفيست مال العمل حتى نكون بأمان أكثر، فخليكم ويانا. طبعا انا حاليا داخل محرك هذه الطائره العملاقه، مثل ما تشوفون حجمها كلش كبير حتى ما انشلي فوق. طبعا هذا المحرك يسحب لاكثر من 25 متر، يعني لازم نكون كلش بعيدين عنه. خلينا نشوف ويا المهندسه سالي ونتعرف وياها اكثر على هذا المحرك. صباح الخير، يسعد صباح. اهلا وسهلا، يا مرحبا على حضرتك اكثر. مهندسه سالي عبد الاله، القسم الفني وحده الادامه الدوريه. شو رايك بالبدايه بالفيست مالتي؟ هاي بندتري لازم تلبسيها من تكونين في منطقه عمل. انا صرت وياها ما اشتغل هذا. اهلا وسهلا. على شغلك بالبدايه شنو اللي يتضمن داخل؟ مهندسه مخوله، اشتغل على، عندي تخويل على طائره البوينغ 737 الانجيز اللي بتشوفيها هسه. عندنا هسه داخل هذه الطياره اللي هي الريجستريشن مالتها الفا سياره هوتيل، فعليها اكو تشيك لمده 4 ايام اللي هو يعني فحص دوري. نعرفش بما انه انت مهندسه وبهذا المجال اللي قليل بمهندسات للطائرات، فاريد اعرف شو ردت فعل الناس على هذا الموضوع من يسمعون انه انت مهندسه طائرات وانت بنص هذه الطائرات. يعني بالبدايه هو انت اي شيء من تبديه بالبدايه اكيد صعب، انه تتعاملين ويا الطائره وتكونين مسؤوله عن صيانتها وتوقعين ورقه عمل، انه يعني تتحملين على عاتقك انه تقولين السيستم الفلاني هو صالح للعمل. انا اريد اشوف الروتين الطبيعي اللي تشتغلين به دائما. عندنا شغل كنا فوق البيت بيتك مثل ما يقولون.
لقينا بها عطل، فطبعا هاي مو من ضمن الاوراق العمل اللي كنا نحكي بها قبل شويه. احيانا من تدخل الطياره الى فحص نلقي نسوي احنا يعني فحص كامل عليها بالضبط، فمرات تلقي شغلات اللي هي يعني صار عطلات بالطائره خلال الاستخدام. كل اذا صادفكم عطل انه ممكن تصلحوه ولا بالاوراق نعم. بالضبط، اذا لقينا عطل خلال الفحص لازم يصلح قبل، فهاي كان بيها مشكله، فالجماعه هنا بده يصلحون. جبنا السبير بارت الجديد وهسه بده ينشد. مشاهدينا طبعا مستمرين احنا وياكم بجولتنا. طبعا حلو ان نشوف المرأة العراقية تدخل مثل هيك اماكن ويكون لها وجود بكل مكان. هسه راح نحكي ويا المهندسة نانا حتى نتعرف عليها اكثر. مرحبا. يسعد صباحك. تعرف على حضرتك؟ مهندسة سارة طه، مهندسة تابعة لخطوط الجوية العراقية، اختصاص افيونيك بي 2، باعتبار احنا عندنا اختصاصين بي 1 وبي 2. سارة كنت دا أقول إنه حلو نشوف المرأة العراقية مثل هيك مكان، مثل هذا الموكر مال الطائرات، إنه فشي غريب يمكن وجود إنه بنات خصوصا مثلا بعمرك وأنت بعمر صغير. شو تشوفي ردة فعل الناس على الموضوع؟ والله ردة فعل الناس أغلبها إيجابية، طبعا هو مو فشي عجيب ولا جديد، هذا الشيء صار لسنين بس تقريبا مو مسلط الضوء عليه، وكلش قليل بنات هنا. الحمد لله اليوم العدد أكثر، نقدر نقول أكو دعم خاص للمرأة صار بالفترة الأخيرة، ونتأمل أنه هذا الدعم يكون أكبر. سارة أريد أعرف أنت شنو عملي هنا؟ أنا تقريبا حاليا ورقي، باعتبار أنه أنا أحتاج أخذ تايب على الطيارة يلا، لأنه حاليا عندي شهادة بيسك فقط، فتكون متابعتي على أوراق العمل. هاي الأوراق تنزل على الطيارة، تتقسم على زونات الطيارة حسب كل مهندس شنو اختصاصه ينطو الأوراق مالته. أنا أتابع ويا المهندس في حال كمل التشيك مالته وقع أوراقه، أتابع هاي الأوراق وياه. الفرق بين التشيك الخفيف والثقيل؟ الفحوصات على الطائرات تبتدئ من الفحوصات الخفيفة اللي هي الفحص الدوري، الفحص الترانزيت، فحص الديلي اليومي، فحص كل 120 ساعة، فحص ويكلي أسبوعي، وإلى أن تتدرج نسميها فحوصات خفيفة إلى أن نوصل للفحص الثقيل اللي هو على حسب نوع الطائرة كل 4 سنوات أو كل 3 سنوات، اللي هو الفحص السي تشيك احنا نسميه، اللي هو فحص. أكو سؤال ببالنا إنه الطيارة ورا ما إنه نقول تتعب أو يعني يتعب المحرك ينتهي موديلة، تنزل موديلات جديدة اقتصادية أكثر، وين تروح هذه الطائرات القديمة؟ تكون الشركة المالكة لهذه الطائرة المسجلة بها سواء شركة خطوطية عراقية أو أي شركة عالمية، تكون مخيرة بين إنه هي تعرضها للبيع أو تعرضها للتدوير المواد، أو تكون هي يعني مستخدمة من قبل الشركة للتدريب مثلا بعض الجامعات العراقية والعالمية، أو مثلا تطلب من عندنا أجزاء من الطائرة، تطلب من عندنا محرك لأغراض التدريب، يكون التعاقد معهم وبيعها هاي على شكل قطع أو على شكل طائرة كاملة لأغراض التدريب الأمني والتدريب المهني والفني عليها. هذا السيستم هو سيستم الترفيه، متكون من 3 أقسام. أول قسم والأهم بها هو منظومة الخرائط، هذه تنطيني الروت الكامل من مكان الانطلاق الطيارة إلى المكان اللي إحنا نوصل به. طبعاً هو سيستم جديد تم تحديثه بالفترة الأخيرة، خلال الشهرين الأخيرة تم العمل على تحديثه. السيستم القديم كان 2D، بينما هذا القسم السيستم الجديد 3D، ينطيني روت كامل للطيارة من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول، إضافة إلى أنه ينطيني شرح تفصيلي عن المناطق اللي تروح لها الطيارة. مثلا وصلنا، شو رأيك نشوف هذا الموضوع بشكل عملي على الطيارة؟ نجرب. أول شيء تعرفيني على نوعية الطائرة. الطيارة اسمها بونك 737، علامة التسجيل مالتها ألف سيارة كيوبيك. إحنا بداية السيستم مالتنا
ان نريد نفتحها نفتح من هذه الشاشه اللي هي اسمها الاي سي بي. قلت لك احنا متكون من ثلاث اقسام رئيسيه اللي هي برنامج خرائط والافلام. هسه السيستم اوكي انفتح تمام عندنا. من خلال هذا السيستم احنا نقدر نعرض الفيديو مال سيفتي مال سلامه. نقدر انا هنا راح ينعرض عندي عند كل الشاشات اللي جوا تقدرون جوا تشوفوها تنعرض حالة انه اكو مشكلة. مرحبا بالضبط يشتغل ويعطيني احلى صوت تحب العالم. بالضبط هذا احلى شيء يعطيني كل العلامات التحذيرية وعلامات السيفتي والحماية للمسافرين بحالة اكو مشكلة ماكو مشكلة. هاي كلها احنا نقدر من خلال هذا السيستم على كل مقعد مال المسافر اكو شاشة ويشرحون الانستركشن الكاملة للسيفتي مال المسافر. طبعا نتمنى لكم كلكم تسمعون هذا الصوت وكلكم نتمنى لكم سفرات سعيدة ان شاء الله. المقعد امامك يجب عدم وضع الامتعة. نقدر جوا انا يلا اوكي خلينا ندخل جوا. كل شاشة هنا على كل مقعد. ليش ما نقعد ونشرح مو احسن يمكن؟ اوكي يلا. يلا بسم الله استراحة نطير احنا لبعد. ان شاء الله رحلة ممتعة. زين شنو الشغلات اللي ممكن المسافر انه يستمتع بها اثناء الرحلة؟ الكمبيوتر كل شاشة هنا عبارة عن كمبيوتر خاص بالمسافر يقدر يتعامل به. من اني افتح هنا الشاشة اللي انا عندي طبعا انا حتعرض لي باللغتين انا مدت تراعي جميع المسافرين الموجودين. الشغلات الترفيهية اللي موجودة هي الاوديو اللي تشمل كل اغاني متعددة تتأبدت كل شهرين، إضافة إلى الفيديوز اللي متكون من عدة أفلام تنزل على شاشات المسافرين. آخر تحديث سويناه هو برنامج الخرائط اللي متكون من قسمين، قسم خرائط للأطفال يقدرون الأطفال يتسلون بيها ويتأخذ من عندهم تقريبا فترة أكيد 100 على 100 تقدرين تدخلين. لما تدخلين هتشوفين شنو الصيانة اللي ممكن تسووها على هذه الأجهزة؟ الصيانة طبعا سوفتوير وهاردوير مثل ما قلت لك انه هو الموضوع عباره عن كمبيوتر كامل، فالكمبيوتر يحتاج ابديت للسوفتوير، تصير عندنا مشكله بالسوفتوير فهاي كصيانه سوفتوير نشتغلها، اضافه الى صيانه هاردوير ممكن الشاشه نفسها تصير بها مشكله، ممكن الهاندسيت اللي يقدر يتحكم به المسافر تصير بها مشكله، او ممكن الاجهزه اللي تنطيني باور للكمبيوتر نفسه تصير به مشاكل، فمشاكل الصيانه كلش هواي. مثل ما شفنا الجولة أكثر من رائعة لأنه أصلا حتى الناس كلها تعرف لما نحن نريد نشوف تقارير عن مثلا جراج سيارات أو أماكن عامة يكون جدا سهل، ولكن جدا صعب أن الواحد يدخل على صيانة الطيارات. فأريد أوجه تحية للطاقم الشرقية أنه قدروا يدخلون ويشوفونا ماذا يحصل خلف الكواليس لما نركب الطيارة والصيانة. طبعا ميس نشكر تبارك على هذا التقرير الحلو وأنه شلون قدرت تسلط الضوء على المرأة العراقية، وأنه المرأة العراقية تقدر تكون أم، تقدر تكون ربة منزل، تقدر تكون مهندسة، تقدر تكون طيارة، تقدر تكون كل شيء، ماكو شيء يوقفها. كلش مثل ما ذكرتي الحلو بالموضوع بهذا التقرير انه معظمهم كانوا نساء وشفناهم شلون دا يشتغلون بصيانه الطياره، والمهمه مبينه عليها بواي امور مو سهله، وامانه وسلامه الركاب كلها بركبتهم. يعني اذا مثل مسؤولية الدكتور كبيرة. مسؤوليه كبيره مثل الدكتور ممنوع الغلط، فنريد نوجه لهم تحيه جدا كبيره ونشكر تبارك مره جديده على التقرير الاكثر من رائع. اما الان خلينا ننتقل الى سمراء نقول صباح الخير. صباح الخير صبايا. سمراء عندنا احنا غير صيانه الطيارات وهذه عندنا سؤال تفاعل اليوم صح رولا؟ صح. احنا اليوم عندنا سؤال، هو السؤال انه شلون تقدرين تكافئين ابنك اذا سوى شيء زين؟ انا سالتك برا الجو وحبيت جدا جوابك. سؤال صعب ولهيك انا لقيت فيه ممكن شوي صعوبه بالاجابه. عني انا ما كثير بعود الاطفال على المكافآت الماديه اذا هم عملوا شيء يعني يعتبر منيح يعني. فبعتمد انه انا اقدر المحاولات او الجهد اللي هم عملوه بدون ما انا فوتهم انه هم لازم يعملوا هيك مشان يحصلوا على هيك مشان ما يتعودوا. وهذا ممكن كمان بيعلي ثقتهم بنفسهم انه هم عملوا شيء عم يحاولوا انه في جهد مبذول بالموضوع وانا مقدره هالشيء
وبعتبروا انه بيكون ممكن الجزاء معنوي اكثر منه مادي. حلو هالشيء. انت وفرتي المال والوقت وقويتي وعليتي المعنويات والوقت، اهنيك على هذا الاسلوب، واتمنى المشاهدين ممكن يستفادوا من عندها. اما الان ننتقل الى فقرات الاخبار، ان شاء الله نسمع من عندك اخبار جميله وحلوه ان شاء الله. صباح الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأول لنهار اليوم من قناة الشرقية. نبدأه من تفاعلات وتطورات وباء كورونا، إذ قفزت الإصابات بكورونا في العراق فوق 6000 إصابة لتواصل تسجيل أعداد مرتفعة بالتزامن مع اشتداد درجات حرارة الصيف. وواصلت مختبرات وزارة الصحة العراقية تسجيل وفيات بأعداد تراوحت بين 20 و40 وفاة مقابل حالات تصل إلى 5000 يوميا في عموم العراق، في حين سجل تجاوز عدد من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا 800,000 شخص حتى الآن. أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سيرانزا أن إيطاليا ستلغي مطلب ارتداء الأقنعة الواقية من كورونا الكمامات في الأماكن المفتوحة التي تنخفض فيها مخاطر انتقال الفيروس، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقال سيرانزا في منشور على صفحته على فيسبوك إنه اعتبارا من 28 من حزيران يونيو سيتم تجاوز الحاجة إلى ارتداء أقنعة في الأماكن المفتوحة أو ما تسمى بالمناطق البيضاء، لكن الإجراء سيتم وفقا للتدابير الوقائية المعمول بها في إيطاليا. أما في الفلبين فقد حذر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيريتي الأشخاص الذين يرفضون التطعيم ضد كورونا، حذرهم من إمكانية تعرضهم للاحتجاز. ونقلت صحيفة إنكوايرر عن دوتيريتي قوله: لا تفهموني خطأ، هذا البلد واقع في أزمة وفي حالة طوارئ، مضيفا: إذا أنت لا تريد التطعيم سأحتجزك وأقوم بتطعيمك، أنتم آفات فيما نحن نعاني بالفعل، تزيدون أنتم الوضع سوءا. وواصل الرئيس الفلبيني مخاطبة الرافضين للتطعيم قائلا أيضا: إذا لم يتم تطعيمكم غادروا الفلبين، مصعدا لهجته بأنه سيتم تطعيمهم بلقاح الخنازير على حد تعبيره. أوصت لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو بإدراج الحاجز المرجاني العظيم على قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر بسبب تأثير تغير المناخ، وهو مقترح قالت أستراليا إنها تعارضه بشدة، حيث سينظر في التوصية خلال اجتماع للجنة في الصين الشهر المقبل. ويضعف المقترح من الحجة التي تدفع بها أستراليا بأنها تتعامل مع قضية تغير المناخ بجدية، كما أن له تداعيات كبيرة على مقصد سياحي رئيسي يعمل به الآلاف. استمتع عشرات السياح برحلة على نهر السين في باريس بعد عام ونصف من حظر السفر والقيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار وباء كورونا، بينهم سياح أجانب قادمون من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن جرى السماح بالسفر للمطعمين باللقاحات المضادة لكورونا. ومع انخفاض معدلات الإصابة تعمل فرنسا تدريجيا على تخفيف القيود بعد أن تم إسقاط التفويض الذي يطلب من الأشخاص ارتداء أقنعة في الهواء الطلق وإلغاء حظر التجول في نهاية الأسبوع. كشف منظمو أولمبياد طوكيو عن ملصقات أيقونية ستستخدم لترمز إلى الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية للمعاقين والترويج لها. واختارت اللجنة الأولمبية واللجنة البرلمانية الدولتين الملصقات من بين 20 ملصقا فنيا تم رسمها لترمز للألعاب، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختيار ملصق منفصل للألعاب البارالمبية، كما ستعرض الملصقات في المتحف الأولمبي الياباني حتى 5 أيلول سبتمبر، كما سيتم استخدام الصور في بعض البضائع.
أعلنت دار ساوث بيز للمزادات أن قطعة نادرة شديدة النقاء من الألماس من المتوقع أن تجلب ما يصل إلى 15 مليون دولار، يمكن شراؤها في مزاد الشهر المقبل باستخدام عملات مشفرة. وقالت ساوث بيز إنها ستكون المرة الأولى التي تعرض فيها الماسة بمثل هذا الحجم للشراء العام بعملة مشفرة. وقطعة الألماس التي يبلغ وزنها 101 قيراط هي 11 ألماسات فقط أو 10 ألماسات فقط تزن أكثر من 100 قيراط، تعرض على الإطلاق للبيع في مزاد حيث سيجري قبول الدفع بالعملتين المشفرتين بيتكوين والإيثر إلى جانب العملات التقليدية الأخرى. ونختم هذا الموجز بالضحك، حيث ملأ الضحك غرفة الإحاطة الصحفية بالبيت الأبيض بعد أن نبه أحد المراسلين المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بيساكي إلى أن ذبابة جاثمة على رأسها خلال المؤتمر الصحفي اليومي. وظلت الذبابة لمدة دقيقتين تقريبا على شعر بيساكي، وقبل أن يطرح عليها أحد المراسلين السؤال أخبرها بأنها هناك ذبابة على رأسها، فقامت بسرعة بتمشيط شعرها مرات عدة مستخدمة يدها لطرد الذبابة بعيدا قبل أن تقول على الأقل ليس أزيزا. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الشرقية مع ميس ورولا. طبعا سمراء احنا كل شيء جائز بالجو، كل شيء يصير بالجو وبرا الجو، كل شيء نتعرض لمواقف جدا سيئة على الهواء، بس اي خالف تمشي الأمور، تمشي تمشي يعني الأمور. يعجبني الناس مركزين على ذبانة أكثر من كلامها. صحيح صحيح. شكرا إيش سمراء، يعطيكم العافية، يومكم سعيد. شكرا إيش سمراء. مكملين بتعليقاتكم وتفاعلكم مع عبر سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، وهو انه شلون تكافئ ابنائك اذا سووا شيء زين. طبعا شنو اللي عندك تعليقات شدت انتباهك؟ انا شدني تعليق واحد انه ام كاتبه انه انا اولادي يحبون بيت جدهم هوايه، فكل ما اريد اكافئهم اوديهم الويكند عند بيت جدهم، فهذا الشيء كلش حلو. اولا انهم يقوون علاقتهم وصله الرحم، وثانيا انهم دا يستمتعون بالمكان اللي هم بيه ويعتبروها مكافاه. واكو همين تعليق عجبني يقول الابتعاد باستخدام الوعود الكاذبه للاطفال، لانه هذا الشيء ممكن وايد يصير عند الاهل انه يوعدون الاطفال مثلا اطلعك للحديقه او اشتري لك لعبه اذا نجحت، واخر شيء ينجح وما تطلع على لا حديقه لا سفره ولا لعبه. فحلو التعليق انه الابتعاد عن استخدام، اذا فعلا اقول له وعدت بهديه اجيب له الهديه، واذا وعدت باشياء معنويه فقط مو ماديه همنا اوفي بهذا الوعد. خلينا نشوف رولا هيفاء من اربيل، نقول صباح هيفاء الخير. وبكر. هيفاء وبكر موجودين، احنا نشوف هيفاء على شاشتنا حاليا. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي. صباح الخير عليكم ميسور ولا على كل مشاهدي صباح الشرقيه اليوم. يا بكر صباح الخير عليك. صباح بكر صباح الخير هيفاء. صباح الخير بنات. صباح الخير عليكم انتم الاثنين. اذا نريد نسالكم السؤال انه شلون تكافئون الاولاد او اولاد القرايب، انتم تشوفون طريقه المكافاه شنو الوسيله اللي ممكن انتم تستخدموها؟ طبعا بصوره عامه لازم الاهل يكافئون الطفل مقابل شيء بسيط جدا، مثلا مثل ما ذكرتي ميس انه يودوهم لقرايبهم، يعني لازم نطيب فد مقابل معين مقابل انجازاته حتى احنا ندعمه ونخليه يستمر بشكل صحيح كل شيء اللي دا يسويه بحياته. مثلا نطلعه خميس على الجمعه نودي قرايبه او فد حديقه معينه نونسهم او فد العاب او نجيب له لعبه جديده هو يحبها، فيعني بهاي الامور ممكن انه احنا نساعدهم ندعمهم حتى يستمرون بشكل صحيح. هي طيب. الفكره بالموضوع انه واحد يقدر يضرب عصفورين بحجر، مثل ما تعرفون الجيمز والالعاب الالكترونيه وغيرها مثلا الايباد صارت ادمان للاطفال. صح. فبدل ما انا اخليه انه هو 24 ساعه بايده ويلعب، لا اخليه يصير مكافاه بالنسبه له، انه اذا قريت ساعه راح اخليك تلعب مثلا 10 دقائق او ربع ساعه. معناها بكر اذا نجحت راح اخلي الايباد يمك ساعه. معناها بكر انت تدعم الدعم الالكتروني، لا المادي ولا المعنوي، الالكتروني. مو هي الفكره انه هسه هذا هو هذا الماشي، يعني احنا لازم نتاقلم ولازم نقتنع بالواقع انه الالكتروني والجيمز وغيرها هي اللي ماخذه عقول الاطفال هسه بصوره عامه.
حلو. يعني أنا أعرف مثلاً أقاربنا أو غيرهم ابنهم عمره سنتين من يلزم الآيباد يعرف يلعب بالآيباد ويعرف يطلع به شغلات أنا ما أعرف أسويها. صح صح، الفكرة مالتك عبقرية، لأنه منها همنا نقلل الوقت اللي يستخدمون بها الآيباد والإلكترونيات والألعاب، لأنه صاير عندهم إدمان، وحتى بنفس الوقت يصير نوع من المكافأة، فحتى لا يزيد الاستخدام مالته، وهمنا يقدر اللعبة ويقدر يلعبها بالوقت، فالأب والأم يقدروا يتحكمون حتى بوقت الاستخدام. حلو، حبيت الفكرة بكر، ناجح بيها بصراحة. حلو، إذا قدرنا نسيطر على الوقت، مو يصير أنه مثلا أنه أنا على مود أخلص من الطفل أو على مود أنه خلاص أنا ما أريد يكون يمي، ما يكون وسيلة أنه أنا أريد أخلص من الطفل، لا، يكون مكافأة ومكافأة بوقت قليل. طبعا بكر، حابين نشوف فقراتك لليوم. طيب. أنت وهيفاء. أكيد طبعا، أكيد راح تشوفون فقراتنا ونرجع لكم فد شوية إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، مستمرون إياكم بفقراتنا لهذا اليوم، وأول فقرة راح تكون ويا الفنان وسام الربيعي. طبعا وسام فنان تشكيلي من نوع آخر، أنا جدا أحترم هذول الفنانين اللي يشتغلوا بخامات هي بعيدة عن الفن نهائيا، أو حتى إذا كانت خردة، لكن هو يلزق يعني يأخذها يوظفها بشكل معين ويخليها تحفة فنية. فهاي الناس اللي تستغل الموارد اللي حواليها اللي ما إلها علاقة بالفن يوظفها بطريقة معينة ويحولها إلى تحفة فنية. فتتخيل تجيب شغلة خردة هي ما إلها أي قيمة وتحولها إلى شيء عظيم فني ممكن أنت مجرد تباوع عليه تستمتع به. فشكرا لك يا وسام، لان انت دا تعيد تدوير هاي الخرده وتسويها تحف فنيه. كل التوفيق لك. خلينا نشوف هذا التقرير. انا الفنان وسام الربيعي من محافظه المثنى. اليوم أنا أحمل عنوان جديد اللي هو خامات وتجارب فنية. أعمالي كانت تعتمد مسبقاً على الفرشات واللون، اليوم حاولت أنه أنا أنطي في شيء جديد أو أقدم من مبدأ التجريب أو التجديد في الفنون التشكيلية. لذلك اختاريت أنه أنا أدخل في عالم الخامات المتوفرة طبعاً بالبيئة. هذه طرحت فلسفة جديدة اللي هي فلسفة الفن والبيئة أو الفن من البيئة. نأخذ هذه الخامات أو هذه الخامات الموجودة أو البقايا أو أشياء لم تصنع للغرض الفني. كثير في عالم العايشين بيها إحنا أو البيئة اللي عايشين بيها كثير من الخامات وكثير من الأشياء مهملة وترمى وغير مهتمين بيها. حاولت أنه أنا هذه الخامات اللي هي مو لغرض الفني ولا وظيفتها وظيفة فنية، حاولت أنه أصير عندي تحدي أنه أنا أحولها إلى عمل فني. يتميز بأساليب كثيرة، يتميز بإدخال أساليب ومدارس تشكيلية في لوحتي. جرب البورتريت، جرب التجريد، وجرب الطبيعة. كل هذه المدارس أدخل فيها مواد خام غير المتعارف عليها في اللوحة الأكاديمية، فمرة يصنع مادة خاصة لتصبح اللوحة كأنها جدارية ريليف، مرة يدخل القماش، مرة يدخل الصور، مرة يدخل المواد والأصباغ الثانية غير الزيت والأكريليك. فيتتميز دائما لوحاته بالتغيير والمداومة على التغيير. فنان وسام الربيعي، بداية أعماله هو فنان تشكيلي محافظة المثنى. حقيقة من خلال عمله المركزي الإشغالي لدوية قدر أنه يوظف ما موجود في البيئة من بقايا خشب وقشور برتقال، نجارة الخشب، أي مواد موجودة بالبيئة وهي مستهلكة من بقايا قطع القماش،
قدر يدخلها في اللوحة التشكيلية، وهذا يعني بحد ذاته هو فد شيء جريء، والفنان مو سهل انه يوصل لهاي المرحلة. وهناك يعني تجارب العفو تداخل وتوافق لوني بين ما يعرضه باللوحة وبين ما يدخله على اللوحة. فلذلك اليوم هدفي في هذه الأعمال أو في هذه الرسالة اللي أقدمها أنا اليوم انه أحول كل ما هو ليس للغرض الفني إلى غرض فني، وهذه فالتجربة يعني هي عالميا موجودة لكنه محليا غير مطروق لها، فوظفتها أو ولفتها بالشكل الفني هذه الخامات بالأعمال الفنية. وكانت هذه يعني هي دائما حتى تحسب إلى أنه هذه الخروج عن القوانين الأساسية للفنون التشكيلية أو البصرية، وانطلاقة جديدة في عالم الفن والفن المعاصر. رجعنا وياكم من جديد مشاهدينا. طبعا دائما نقعد ويا اشخاص ونسمع طقطقه يعني بالفك مالتهم، ومن نسالهم دائما يقولون انه هذا الشيء طبيعي واعتيادي ودائما تصير ويانا، ومن نعرف انه هل هذا الشيء يعني خطر طبيعي فعلا مثل ما يقولون الاشخاص. اليوم ويانا الدكتور هيثم الراوي استشاري التقويم والفكين. صباح الخير عليك. صباح الانوار. شلون صحتك؟ استاذ ذكر يحفظكم ربي يخليكم. دكتور بداية نريد نعرف شنو أسباب الطقطقة اللي احنا نسمعها عند أغلب الأشخاص؟ عزيزتي هو يعني بشكل عام سوء في الإطباق، أو مثلا بعض خلينا نقول نسبة ضئيلة أنه شدة نفسية، يعني 20% شدة نفسية يمر بها أثناء الامتحانات أو يمر بها الإنسان أثناء تفكير يعني معين، لكن 80% هي سوء وزن الإطباق. هي الحالة يجب أن يؤخذ بها استشارة، والاستشارة عند أغلب الناس متوقعين أنه هي عند أخصائيين جراحة الوجه والفكين قبل صحيح، لكن الآن صار تخصص دقيق جدا هو إطباق الفكين، فهذا التخصص نادر جديد جدا، وهو المشرف والأساسي اللي يؤخذ منه الاستشارة يعني. فالشغلة جدا سيريس جدية أنه يأخذ استشارة أخصائي أو استشاري إطباق الفكين. طيب دكتور، نعم. يعني ماذا يحدث إذا تم التهاون بالموضوع؟ والله التهاون مع الأسف قد يؤدي إلى مراحل متقدمة، يعني ممكن يأثر يسوي طنين بالسمع أو يسوي ضعف بالسمع. حالة أول البارحة صارت مع أحد الأشخاص اللي كنا نعرفه أنه فقد صار ضغط جدا عالي بالإذن، يعني كأنه شون الواحد لما يضغط على إذنه براحة إيده بس مستمر جدا فيسوي له صداع قوي، فهاي طبعا ممكن يتحول إلى كوستن سندروم أو إلى مينير سندروم. المينير سندروم اللي هو يعني يصير عندك سبينينج، يعني تلتف بيك الدنيا، توصل هيك مرحلة، أو مثلا تقوم تجمع شمع إذن أكثر من الثانية إذا صار تهاون بالموضوع هذا، وإذا استمر فترة طويلة فلازم يعني ياخذون استشارة طبية بالضبط لإزالة السبب. نعم. زين دكتور، شلون نعرف إنه هذه الحالة تكون خطرة؟ لأنه أكو أشخاص عاديين ممكن مرة بالسنة تصير عندهم هاي الحالة، شلون نعرف إنه هذه الحالة إنه كانت خطرة أو عادية؟ أوكي عزيزتي، يعني إذا تكررت باليوم أكثر من 3 مرات نعم لازم ياخذ استشارة. ممكن مرة تصير، ممكن مرتين، لكن إذا صارت مع الطعام أو صارت مع كل مثاوبة لازم يأخذ استشارة طبية. طيب دكتور، الاستشارة الطبية لازم تكون عند دكتور مختص يعني لو ممكن مختص؟ لازم حبيبي بالضبط. نعم
نعم نقطتك يعني حيوية بالموضوع. لازم استشاري إطباق الفكين أو اختصاصي إطباق الفكين، وليس جراحة الوجه والفكين مثل ما كان سائل سابقا يعني، أو اختصاص آخر. يعني لأن تبعاتها مع الأسف عند كثير من الحالات يعني خطيرة، وعلاجها حيطول إذا تركها. يعني الإطباق مثل ما حضرتك ذكرت تصير بإطار قاعة، إذا مثلا ويل أكل كل مرة، أو مثلا تصير عدة باليوم مرة مثلا أو مرتين. مرة مع الأكل أوكي، مرتين مع الأكل أوكي، مع المثاوبة مرتين ثلاثة أوكي، لكن أثناء تحريك الفك أثناء الفنكشن الوظيفة اللي هو ضغط مضغ الطعام، إذا صارت باليوم مرة يعني مرتين لا تو ماتش، وراها لازم ياخذ استشاره ويا الاكل. يعني ويا الاكل خصوصا. زين دكتور، شنو تاثير الحاله النفسيه على هذا الموضوع؟ عزيزتي الحاله النفسيه عاده الانسان تعرفيني يصك على اسنانه مثلا، يكبت بداخله، حيصير اوفرلود على المفصل، حيبدي يسوف راس المفصل. اذا الحالة النفسية يعني عابرة فترة امتحانات شهر زمن، هاي لا اتس اوكي يعني يرجع الوضع الى حالته الطبيعية. بس اذا مثلا بعد الامتحانات ويطق فكه ثلاث مرات باليوم لازم ياخذ استشارة. زي التوتر والعصبية وهذه الامور، التوتر والعصبية هي هاي يعني. بس احنا ما يخالف متوترين، لكن احنا فرضا توتر ماكو داعي يطق مفصل الركبة أو يطق مفصل الإيد أو الكتف، يعني المفاصل بحركتها لازم تكون مرنة طبيعية. هذا مفصل طبعاً أنا دائماً أقول إنه هذا يشتغل أكثر مفصل بالإنسان. يعني هسا إحنا ثلاثتنا قاعدين كل مفاصلنا خلينا نقول واقفة، مفصل الفك، شرب المي، الأكل، الحديث، الكلام، بلع الرمق، لود هذا على المفصل، تحريك للمفصل، فيشتغل أكثر مفصل بالجسم. فمشاكله لازم ندرأها بسهولة، وإلا لأنه هو هذا المفصل صغير جدا يعني حجمه، مو مفصل كبير وسهل التغيير. ثانيا في منطقة جدا حرجة بها، يعني دائما أقول الإنسان عنده خمس حواس، أربع منها بالرأس: النظر، الشم، التذوق، السمع. يعني الشغل هنا بهذا الشبر من الإنسان هو معقد وصعب. فاحنا ندرأ خلينا نقول انه لا يتطور الوضع بالعلاج المبكر. فرضا في مفصل الركبه تغييره سهل، مفصل يعني حتى الحوض تغييره سهل، انما هذا صغير ومن يشتغل ثنائي، يعني ما يشتغل فردي مربوط سوى يشتغل، فالوزن مالته مو سهوله يجي. فأرجو من كل المشاهدين يعني والمتابعين أنه يفهمون أنه أولادهم أو هم أو أخوانهم إذا صارت عندهم هاي الكليكينج نسميها الطقة بالمفصل ثلاث مرات باليوم لازم يأخذ استشارة. وبالنسبة لي الاستشارة مجانا للجميع، يعني إلا إذا احتاج شغل هاي بحث آخر. فالموضوع جدي جدا، وإلا يسوي مشاكل على الأقل صداع جانبي، تعب أثناء الضحك يعني أو أثناء الأكل بالعضلات الوجه، يسوي تشنجات بالرقبة لأن يشعل ألم، يوصل مرحلة يبدي يسوف. فإحنا لازم نتدخل قبل ما يوصل هاي المرحلة ونعالجه، وهو مثل ما يقول نعالجه وهو في بدايته. أي قبل طيب ما دكتور، أكو طرقعة وأكو طقطقة وأكو نعم. خلع، شنو الاختلاف بينهم؟ حلو سؤالك رائع. الخلع هو المتقدم من حالة المفصل، إنه يثاوب ويطلع المفصل برا بيته، ما يرجع إلا يدوياً. نعلم المراجع يلزم الفك السفلي المريض ينزله جوا ويدفع على الخلف، مو بسوء لو ورا عشر مرات يرجع يعني، بس إنه يظل مفتوح. أو يقعد الصبح مثلاً يريد يفتح حلقة ما ينفتح، لوك مغلق. فأيضاً يعني إن لازم أتدخل يعني أعالجه. فهذا الموضوع ليش نوصل لهالمرحلة اللي ذكرتها جنابك، من البداية ونحله وانتهى الموضوع، يعني بيس اوف كيك الحمد لله والشكر. يعني زين دكتور، اكو بعض الاشخاص يسوون تمارين بالفك. نعم. تتوقع هذا الشيء يعني فعلا زين ويفيدهم؟ يعني والله يفيد، لكن هل هو تصليح
لل يعني للخلل، نعم. مو تصريح للخلل، لا، انما خلينا نقول تمشيه حال مثل زملائنا استشاريين العمود الفقري لما يصير سوافان بالفقرات القطنيه شنو ينصح المريض؟ يقول سوي تمارين رياضيه تقوي العضله، عضلة الظهر، ما يصير لود على ال بالضبط، عاشت ايدك حتى العضله تعاون الفقرات بالضبط، ولا يصير لود على الفقرات، العضلات تحمل. هو طبعا هو الكلام صحيح وعلمي ودقيق، لكن هل هو عالج بؤره الخلل؟ ما عالجها. نفس الحاله المساج والعلاج الطبيعي، يعني التمارين ما حتعالج راس الخلل، اي راح بس مجرد تقوي العضلات اللي حواليها ساندة داعمة بالضبط. اي عزيزي، طيب دكتور، كل الحالات لازم تدخل جراحي لو اكو بعض الحالات ممكن يكون لها يعني غير علاج؟ نهائيا بدون جراحة عالجها. براءتين اختراع عندي في امريكا، الولايات المتحدة الامريكية، من 2018 نهايتها، واحدة منها على هالموضوع، نهائيا اي تداخل جراحي بالمفصل أعالجه بدون أي تداخل جراحي. لكن إذا وصل مراحل متطورة وساف المفصل نهائيا وقام كل ما يحكي يخلع، ذاك الوقت لازم تداخل جراحي. إحنا ما نريد نوصل لهالمراحل يعني. هسه الطب تطور دكتور مثل ما نعرف، أكيد. وقاموا حتى أكو أشخاص فكهم متقدم قاموا يسوون عملية يرجعون الفك للخلف، نعم. نعم. فهالعملية جدا ناجحة، وتقريبا بالفترة الأخيرة نزلت هالعملية، عن ما أتوقع أنه هي عملية قديمة. والله لا، هي موجودة سابقا بس نعم. بها مساوئ كثيرة، لأنه نعم. إحنا بنكسر عظم الجمجمة، عظم الجمجمة مو مثل عظم الإيد، عظم الإيد نجبسه ونقول له لا تشيل هالشغلة، التزم بهالتعليمات، إيه. الفك ما نقدر نجبس الرأس، فخط الكسر حيصير عليه لود أثناء بعد ما نكمل العملية، لأنه أبسط ما يمكن المريض يعني حيبلع رمقة، بدي يبلع رمقة حيعرض خط الكسر إلى ضغوط، فخط الكسر ما حيلتئم 100%، حيصير به تليفات، فخط الكسر حيكون ضعيف. أنا أبدا ما أنصح بالعملية نهائيا. وطبعا هي قبل العملية أكو تقويم ما قبل وتقويم ما بعد العملية، لأن العملية للأسنان، للأسنان ما نعم. تعدل الأسنان الأحادية ولا تعدل الأطباق، إحنا نعدل به الشواصي. هاي العملية اللي ما أنصح بها رجاء يعني صح، هي خلينا نقول تجمل، إيه، بس إحنا نقدر نجمل أيضا بالأجهزة التصحيحية الوظيفية بدون أي عملية. فهذا المتميز به أنا في الأردن وفي هنا في أربيل، إنه كل علاجاتي بدون أي عملية جراحية. فخط الكسر لما يكون ضعيف بعد العملية، لا سامح الله إذا انفتح إيرباق السيارة بوجهه، حادث معرضين إحنا، يرجع يكسر العظم، لأن ما يكون مثل ما هو نمى من بطن أمه إلى أن كبر عظمه، قالب واحد يعني. قالب واحد. آها يسلم، بارك الله بالفعل. شكرا دكتور. شكرا لك دكتور، الله شكرا لحضورك. يلا ونتمنى ان المشاهد استفاد من هاي المعلومات، واي شخص مثل ما ذكر الدكتور صارت عنده طقطقه بالاكل اكثر من 3 مرات، نتمنى انه يراجع دكتور استشاري مختص بهذا الموضوع. شكراً لك دكتور. اهلا وسهلا. طبعا دكتور اليوم عندنا سؤال تفاعلي بحلقتنا لهذا اليوم، حابين انه نشاركك فيه، انه ما هي طريقه مكافئتك لاطفالك على انجازاتهم؟ حضرتك عندك أطفال؟ عندي أطفال الحمد لله. شلون تكافئهم؟ أي والله أني مسرف بالدلال، بحيث أني يعني مثلا ألتف على أولادي أقولهم باكر ديزني لاند أخذكم، الإبن يلتف على أخته يقول ديزني لاند إيه أوكي، يعني أنا مسرف ومع الأسف ندمان شديد الندم على هالإسراف، جدا جدا يعني. واحد بعد ما يفوت الأوان، يلا فات الأوان كثيرا والله. أنت وصلت مرحلة وياهم بعد ما أكو نقطة رجعة يعني. بالضبط، ما ظل بعينهم شيء يعني واو يعني، مع الأسف. إيه فشغلة جدا سلبية هاي، أنا أنتقد بها نفسي وكل من حولي أتصرف وياهم نفس التصرف. لكن الصحيح اللي هسه أنا تابعت، يفضل إنه مثل ما قلت ينطيهم مثلا دقيقة آيباد، أو يقول للابنة اليوم أخذك البيت خالك، الابن خالك تلعب وياه مثلا، يعني حتى لا تكون شغلة دائما مادية أو شغلة دائما إلكترونية بالضبط. يعني يمارس نشاط رياضي، بابا حشتري كرة قدم جديدة كلش حلوة فسفورية، بابا حشتري لك مثلا بينك بونج أو فد لعبة ينمي بيها قدراته، اي او ياخذ الفد خلينا نقول حديقه مراجيح كذا، انما ليسوي مثلي
بس دكتور تعرف شنو؟ مثل ما ذكرت انه مو دائما لازم من نشوف الطفل انه مسوي فد انجاز، يعني مثلا نجح بالدراسه او ساعد امه بالبيت، هاي الشغلات البسيطه كلش انه تحسسه انه بالمسؤوليه من هو طفل. صح. من يسوي شيء احنا بالمقابل انه انجازه فد يعني شيء بسيط. نعم. نودي القرايبه نشري طابه مثل ما ذكرت، نودي ديزني لاند، حتى هذا الشيء دائما نخليه يستمر على الشيء الصحيح اللي هو دا يسويه. اكيد مو دائما انه احنا الايباد قدامه، مو دائما انه الطابه قدامه، مو دائما انه احنا نفسحها، من يسوي شيء حلو وزين ويفيد يلا نكافئ فد بشيء معين. المفروض المفروض هيك ياخذ مكافاه. اي والله تحفيزيه تشجيعيه يعني لازم يظل اكو فد شيء هو يحس انه لما يسوي انجاز يوصل له، مو كل شيء قدامه. يعني هسه انت لما يعني مثل صاحب الدايت، صاحب الدايت لما يوم التشيت ميل مالته عند البرجر فشيء عظيم، حلم. لكن الشخص اللي 24 ساعه قدام البرجر صحيح صحيح يمله. شكرا لك دكتور، شكرا لحضورك. مرحبا، يحفظكم الله يسلمكم. مشاهدينا انتهت فقرتنا من داخل أربيل، وهسه رح نتوجه الى استوديوهات دبي ويا ميسور ولا. شكرا لك هيفاء وبكر وللدكتور، وعجبتني الطريقه اللي قاعد تفكرون بيها من ناحيه الطفل، انه يجي همه من اسلوب الدلع، انه ما ندلعهم هواي ونوفر لهم كل شيء من البدايه. مثل ما ذكر المثل بكر على الهمبرجر، اذا واحد ياكل يوميا ومتوفر له كل شيء بحياته ما راح يقدر القيمه اللي قدامه. فحل الواحد يعلم الأطفال على تقدير القيمة حتى يعرفون لما الواحد يكافئه صدق يقدرها. مثل تعليق هيفاء وبكر موجود على الانستغرام، وهم شيء من دللهم زايد. واحد كاتب تعليق على انستغرام قايل انه أكافئه واكتب البيت باسمه. إذا كتب بيت باسمه هو الطفل، عاد شي كافئة لمن يتخرج من المدرسة. شوفي همينة ميس، حلو الدكتور قال إنه لا ترفعون من سقف مدينة كاملة باسمه يسجلها. أي صح. مثل ما قال الدكتور إنه لا ترفعون من سقف آمال طفلكم، إنه أنا حجيب لك فشي كلش واو وبعدين ما أوفي بوعدي. حلو إنه نوعي الأهل همينة ما يزيدون بالآمال اللي يطوها للأطفال. أنت حتسوي هالشكل، أنا حجيب لك هالشكل وخلاص. هيفاء وبكر شكرا على الفقرات اللي أكثر من رائعة، والدكتور اللي موجود وياكم، لأنه هذه مشكلة غير عن موضوع الجهال، مشكلة اللي واي الناس تواجهها خلال النوم أو خلال الضغط النفسي ويا الأسنان. فكل الناس أتوقع استفادوا من هذه الفقرات. نشكركم على فقراتكم، وإحنا بعد نكمل بفقراتنا. شكرا لكم. طبعا مستمرين وياكم مشاهدينا بتعليقاتكم اللي بصراحه كلش تفاعل، كلش هوايه، خصوصي انه بعض الاباء يقولون انه احنا ما نعرف نعبر معنويا، احنا ما نعرف نعطي دعم معنوي، خصوصي للاطفال اللي يكونون ذكور، انه ما نقدر نعطيهم دعم معنوي. كل اللي نقدر نوفرهم اياه انه الاشياء اللي يحتاجوها، اما الامهات فبرفكت بهذا الشيء، يقدرون يعطون دعم معنوي ودعم نفسي ودعم مالي. همينة اكيد كل الاهل رولا عندهم اسلوب خاص من ناحيه التربيه والمكافاه، اكو ناس تكافئ من ناحيه الماديه، اكو شخص كاتب اعطيهم كل واحد ربع دينار، يعني الظاهر انه كل ما ينجح يسوي شيء زين واصلت لعيديه، واكو ناس همين يكافئون من ناحيه المعنويه والطرق هذه. بمناسبه الاطفال واحنا قاعد نحكي عن الاطفال، كم يوم كان مرينا بعيد الأب، وعندنا فقرة على اليوتيوب كلش حلوة وطريفة حبيت أشاركها. طبعا أنا متوسع عليها من هسه. أي رولا شايفتها، هذا انتشر خبر وصار جدا مشهور، خلينا نشوف على يوتيوب شنو هذا الخبر اللي صار بعيد الأب وصار جدا متداول. معظم الناس اللي تتفرج على الأفلام يعرفون دوين جونسون اللي هو معروف المشهور بـ The Rock، فنزل من كم يوم فيديو جدا طريف لبناته وهم يحتفلون بعيد الأب بطريقتهم الخاصة. لما دخل عليهم سأشوفكم الفيديو، وبنات دي يلعبون بالشوفان لعب، ومثل ما راح تشوفون بالفيديو
قبل ما اشوفكم هذا الفيديو حتى لما تسمعون انه راح يقول منه راح ينظف، البنات يقولون الفيري او اللي مثل الملاك اللي راح تجي تنظف، لانه من فتره هم من هذه الصغيرونه بنته كانت شايله شوكليت وذابتها بكل مكان، وسالها منو اللي مسوي هذه الهوسه كلها؟ قالت لها مو اني. قال لها عاد منو؟ قال لها واحده من الملائكه هم اللي جو وذبوا كل الاكل على الطاوله. بس الفيديو جدا طريف بعيد الاب، والله يحفظ كل الاباء. والبنت دائما يقولون تطلع على حبيبة أبوها، أي بنت أبوها. هذا الفيديو خلينا نشوفه. You're not gonna tell. I am looking. Happy Friday. Happy Friday. Happy Friday. Happy Friday. But wait a second. Today's Saturday. شوف حلو قاعد تلعب يعني. Who made all this mess? Tia. Tia did? Tia dumped it the whole thing. Tia dumped. Happy Friday. You guys, who's going to clean all this up? Is this oatmeal? Mm-hmm. Is the oatmeal fairy going to come clean all this up? No. No? Yeah. Yeah? Yeah. When is she coming? Because I don't know about Friday. مثل ما شايفين بنت الله يحفظ بناتها ويحفظ بنات الجميع، ده تقول هابي فرايدي لانه ما تعرف تقول فاذرز داي اللي هو يوم الجمعه، وهو كان فعليا يوم السبت. وقد ما يعني البنات لما الواحد يتفرج على المشاكسه، احنا لما ذكرنا المشاكسه باول البرنامج قلنا رولا انه لما الاطفال يشاكسون بالاستطلاع اللي شفناه شلون ردت فعل الاباء والامهات. والله هيك اطفال الواحد يقدر يعصب عليهم ما حد يقدر، لانه البراءه اللي بيهم. انا قلت لك انا اذا اطفالي حيسوون هالشكل انا اروح العب وياهم وانسى الموضوع. شكله ونسى وبعدين اللي ينظف بعدين الله يعينه. طبعا ننتقل مشاهدينا من البنات ولعبهم وهوستهم الى الهندسه المعماريه. ومن الامور الجميله اللي تترك اثر ام عالم واضحه عند الناس هي الهندسة والتصميم الداخلي. طبعا ويانا اليوم المصممة العراقية رشا النقيب. صباح الخير رشا. صباح الخير ولا صباح الخير مي، صباح الخير على كل المتابعين. رشا بس لو شوي تاخذي على يمينك لانه ما بين عندنا. اوكي اي حلو بيرفكت يعني تمام. لا تو ماتش ايش صار. خليش سنتر. اي حلو. صباح الخير عليكم وعلى يسعد صباحك ويسعد صباحك رشا. ورشا صراحه انا جذبتني صفحه الانستغرام مالتك، قريت انه انت مهندسه معماريه، ولكن بس دخلت للصفحه شفت انه انت تصممين تصميم داخلي انتيريور ديزاينر. شلون قدرتي تسوين السويتش بين التصميم المعماري والانتيريور ديزاينر؟ هو انا تخرجت كمهندسه معماريه واشتغلت بالعماره تقريبا 7 سنين دبي. بس طبعا احنا من يعني بالعماره ندرس التصميم الداخلي يعني كجزء من عندها. نعم. واني يعني حسيت روحي احب التصميم الداخلي اكثر، القى روحي بيه اكثر، فاشتغلت بكم مشروع بدبي انتيريور. وبعدين لما انتقلت على كندا تخصصت بالانتيريور، دخلت جامعات كنديه. حلو. صرت يعني اخذت هذا كتخصص، وحاليا اني عضوه بجمعيه المهندسين التصميم الداخلي باونتاريو ومرخصه دوليا NCIDQ certified كانتيريور ديزاينر. ودرست كذلك بكندا حتى اعزز هذا الشيء، درست CPM وهو construction project management جامعة بتورنتو حتى أكون أوتو يعني إنه متخصصة بالإدارة المشاريع الهندسية. وأخذت همينة درست بجامعة بنسلفانيا على الاستدامة بالتصميم، فكل هذه جمعت حتى تصير بيس قوي حتى أقدر أمارس هذه المهنة كمهنة تصميم يعني تصميم داخلي. رشا أهنيك على نجاحاتك والدراسات المستمرة بها من ناحية المعمار والهندسة الداخلية، وحتى الإنستغرام بالأخص صاير ندخل بعالم الديكور وده نشوف بعالم. شكرا. الديكور اللي عندك على الإنستغرام اللي هو أكثر من رائع، تسوين قبل وبعد. وأكثر شيء اللي توفقتي به بوقت أو زمن الكورونا. إحنا حاليا بسنة 2021 أو بهالزمن اللي إحنا عايشين به زمن جدا سريع، والموضة كل يوم قاعد تتغير والألوان قاعد تتغير وكلنا قاعد نمشي بطريقة جدا سريعة. فالواحد مو بس من ناحية الدراسة بس من ناحية الذوق اللي هو موجود عندك، شلون قدرتي من خلال الإنستغرام توصلين أجدد الأفكار
وبسرعة جدا هائلة. بصراحة هو لما صارت الكورونا صرنا نشتغل من البيت، فصار عندي وقت بدل الوقت اللي كنت أقضيه بالقطار أروح وأجي تقريبا 3 ساعات باليوم، فهذا الوقت استثمرته أنه أصور كورنرز من بيتي، أصور مشاريع أنا سويتها. طبعا زوجي ساعدني بالمونتاج حتى نطلع هاي الفيديوهات، فحبيت أنقل تصاميمي، أنقل ذوقي للعالم حتى الناس هم تستفاد من عنده، أنطي نصائح مرات في الستوريات. فيعني استغليت هذه الموهبة بفترة الكورونا بسبب أنه صار عندي وقت شوية أكثر، وحبيت أسلط الضوء على التصاميم اللي أنا أوريدي يعني أسويها حتى ببيتي. أغلب الصور هم أنزلها عن بيتي، يعني دائما أحب أغير، دائما أحب يعني أحرك بالأثاث، أغير بالديزاينات. ف كلش جميل، كلش جميل اللي تسويه رشا. وأنا حابة أسأل سؤال، بما أنه أنت مركزة على تصميم الداخلي فقط، شنو هي الألوان اللي تتوقعين أو أنت اللي تحبيها تكون موجودة هاي السنة للبيت أو كتصميم مكتب، تصميم غرفة نوم؟ شنو الألوان اللي تحبيها تكون موجودة، وشنو هي الستايلات همينة اللي تعتمديها أكثر شيء؟ هو يعني أنا أحب الألوان الهادئة والترابية، ويعني صارت الصدفة أنه هذه السنة هي الترند. نعم. الترند هالسنة هي الألوان من الطبيعة تكون اللي هي الأرثي تونز، اللي هي أنا كلش أعشقها، لأن أحس أنه يعني تحقق راحة نفسية لما أنت تكونين بالمكان. فالألوان اللي هي البيج الفاتح، الجريج اللي هو ميكس بين البيج والجري، الألوان الباستل كولرز اللي هي فاتحة، السمائي الفاتح، هاي الألوان اللي هي تعطي هدوء بالمكان. هو التصميم الداخلي هو يدرس سايكولوجية البشر. صحيح. يعني احنا لما انت تقعدين بمكان مثلا وعندك حياطين كلها حمراء بتأثر على نفسيتك على المدى البعيد، بينما اذا السراوندينج هي تكون ألوان هادئة، اكو نباتات، هم تأثر بالاتجاه الإيجابي. بالنسبة للأشياء اللي احبها، احب الخامات اللي استخدمها تكون الفلفت، الفر اللي هي الفرو، مثلا الفرو بلانكيت، بالمخاديد اللي استخدمها. احب الماربل همينه هوايه ادخله بتصاميمي، واللي هو اصلا صار لموده تقريبا هاي السنتين الاخيره. مو بس قبل كنا المرمر او الماربل بالارضيات، هسه صار يدخل بالاثاث، بالاكسسوارز، التريز. فحلو يعني هو هم اليمنت من الطبيعه، وهم فد شيء يضيف فخامه وبيضيف جمالية للمكان. وأكثر شيء همنا أحبه هو الخشب، وخاصة الخشب غير المعالج اللي هو همنا تريندي هسه. شوف مثلاً اللايف إتش تيبلز اللي تكون كأنه ما خشبة مقطوعة. رشا يعني مثل ما ذكرتي، الناس أذواق، أكو منهم يحبون مثل ما أنت تحبين، وأكو منهم يحبون الأشياء اللي غير تكون أكثر ملوكية وضخمة أكثر. إذا نريد نوجه بآخر هذا اللقاء أن ممكن نصيحة لكل المشاهدين اللي يحبون ينسقون شيء منزلهم على ذوقهم، الستايل اللي هم يحبوه، شلون يقدرون ينسقون زاوية معينة بطريقة جدا بسيطة من خلال خبرتك ودراستك، أنه هل أكو طريقة أو تكنيك معين الواحد يقدر يستخدمه حتى ينسق شيء أو زاوية معينة بالبيت؟ طبعا اهم شيء واول شيء انه هم لازم يعرفون هم الستايل اللي يحبوه شنو، والاليمنتس او العناصر راح يستخدموها بالتنسيق تكون كلها يعني نفس الستايل، يعني مو ميكس يجيبون شيء مودرن يحطوه ويا شيء كلاسيك، الطريقه تكون ما متناسقه. طبعا يعتمد على الكورنر هو وين مكانه، بس اكيد العناصر تكون بعد الاثاث اللي هو شيء مهم، راح يكون اضافه الزرع ينطي جماليه، اضافه الاضاءه ينطي جماليه، اذا هذا الكورنر صغير وحابين نكبره نقدر نضيف ميررز، مرايات تكون كبيره تعطي جمال وتعكس الضوء. واهم شيء البساطه بصراحه، يعني لما واحد يركز على عنصرين ثلاثه تكون هي البارزه والفوكال بوينت بالمكان، احسن مما يضيف هوايه تفاصيل ناعمه تضيع جماليه المكان وتبينه يعني مكدس. المهندسة رشا، وتصميمك الداخلي كلش حلو، نشكرك ونشكر وجودك ويانا، ونتمنى لك كل الموفقية بمشاريعك الجاية.
شكرا جزيلا، شكرا شكرا على الاستضافة، يومكم سعيد. طبعا وصلنا ميس لآخر فقراتنا لليوم، آخر فقرة بنهاية الأسبوع. خلينا نشوف تعليقاتنا، خلينا نشوف تعليقات أول هنا قبل ما نشوفها على السكرين على السؤال التفاعلي مال حلقتنا. اللي ما لحق عليه نرجع نذكركم بالسؤال التفاعلي لليوم اللي هو كان شنو المكافأة اللي تطي لأبنائك إذا سووا شيء زين، إن كان من دراسة أو نجحوا أو حتى لو كانت التصرفات مالهم إيجابية. طبعا بعض التعليقات تقول تحبون خلينا نشوفها على السكرين أحسن، على الشاشة خلينا نشوف على السكرين أحسن. بعض التعليقات وصلتنا من الانستغرام، خلينا نشوف اول تعليق. التعليق الاول انطيهم تقدير معنوي واجيب لهم شيء يحبونه كمفاجأة. اما التعليق الثاني كل شيء اسوي لهم الا انه اوعدهم بوعود كاذبة. أي. نفس اللي سواه الدكتور انه ما اوعد وعود كاذبة واعطيهم ارفع سقف امالهم. صح، افاجئهم بطلعه هم كانوا رايديها او سفره. هذا حلو، هذا حلو المكافاه، انا اريد هيك مكافاه. اما التعليق الاخير دائما اتواصل وياهم واعرف احتياجاتهم واقنعهم انه يسوون الشيء بدون مقابل بعدين اكافئهم. حلو انه هو اول شيء يقنعهم انه ماكو شيء حيصير وانه هذا الشيء تسوون نفسكم بعدين تيجي المفاجاه. وصلنا وياكم لنهاية الحلقة، ومن المواضيع اللي جدا متعددة نقدر نقول لكم في نهاية الحلقة انه المكافأة شيء موجود في حياتنا، حافز يدفعنا الى الامام، مو بس عند الاطفال ولكن حتى عندنا لما نكبر بالعمر. نتكافأ بالعمل، نتكافأ بالاشياء الزينة بعمل الخير، فكل خير نسويه له مكافأة، ان كان مكافأة معنوي او صحي او نفسي او مادي. فدائما تذكروا لما تسوون الخير، الخير يجيكم ويدق على باب بيتكم. هذه هي الحكمة وموضوع حلقة اليوم. وطبعا ما يستختلف طرق المكافأة من شخص لآخر، ولكن خلينا نكون نحكي بشكل عام انه لازم تكون المكافأة للطفل ميكس، يعني مكافأة معنوية ومكافأة مادية، على مود اني اعود انه هو ما دا يسوي شيء مقابل شيء، وانما دا يسوي شيء مقابل انه يحصل فائدة لنفسه، قبل ما تكون فائدة هو ينتفع منها ماديا، لا لازم تكون معنوية اولا بعدين مادية. طبعا وصلنا وياكم لنهاية برنامجنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا بحلقة نهاية الاسبوع. تابعونا من الاحد للاربعاء بكل اسبوع على نفس الوقت. شوفكم بخير وسلام.